L'accueil est très bien, avec nos frères algériens, comme d'habitude. الاستقبال كان في المستوى نشكر المكتب المسير للفريق المضيف على حفاوة الاستقبال الوصول الحمد لله كان نوعا ما متعب نظرا لطول المسافة لأن كنا مضطرين نذهب إلى دولة تونس من أجل القدوم إلى الجزائر لكن الحمد لله الظروف كانت جد جيدة ونحن نكون دائما جد سعيدين عندما نأتي إلى الجزائر. بريزيدون هل كنت تنتظر هذا الاستقبال الحافل؟ طبيعي هو الاستقبال يكون بهذا الشكل فالحمد لله المغرب والجزائر بلدين أخوين عندما نستقبل فريقا جزائريا في المغرب فكأنه في بلدي وعندما نأتي إلى هنا فإننا نأتي إلى بلدنا لا أظن أن المسألة تتطلب تعليقا لأن هذا ليس الاستثناء هذا هو الطبيعي فالطبيعي هو حفاوة الاستقبال بين البلدين وبين الفريقين والاستثناء هو شيء آخر. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس الجمال للكل. زيرتيب أول قناة إلكترونية في الجزائر.